السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الأعزاء في قناة ناني لايف. النهاردة هندي نصيحة للمطارد ونصيحة للهارب. نصيحتك الأولى يا مطارد، وهي كن جريئا وتولى زمام المبادرة. يعني إيه؟ يعني النصيحة هنا بتقولك حان الوقت إنك تكون جريء، حتى لو كنت هتكون متسلط. خد الأمور على محمل الجدية، أنت محتاج إنك تجرب تجارب جديدة وقوية، ومجرد ما هتنوي ده هتلاقيها من تلقاء نفسها اقتربت منك. أيها المطارد، لو قلقان بشأن أمر ما، فنصيحة اليوم ليك هي رسالة تحدي في مدى قوة رغبتك في شيء أنت قلقان فيه بشأن موقف ما. حاول تكون أقل سلبية بدلا من القلق. خد موقف حازم وأنت بتقود الأحداث. تحدث عما تريد إذا كنت جاد بشأن ترتيب أمورك، فقد تحتاج إلى أخذ زمام المبادرة بطريقة ما للارتقاء. إنك تقود وتكون قائد. توكيدك النهاردة أنا أتولى مسؤولية مصيري. حاول إنك تكرر التوكيد ده 9 مرات على مدار اليوم، 9 مرات أو 3 أو 6. كن جريئا واتبع قلبك وعواطفك. تجنب التهور أو التحرك بسرعة كبيرة. استرد قوتك، وقت العمل هو دلوقتي. اطلب من الله المساعدة. كل اللي يهمك عزيزي المطارد أو المطاردة في النصيحة دي أو في الرسالة دي، إنها علامة ليك على بدء شيء جديد، وربما تحتاج إلى تولي زمام المبادرة. نيجي بقى لرسالة الهارب أو الهاربة والنصيحة ليهم وتوكيدهم النهاردة. الهارب، الثقة بالنفس مفتاح النجاح. أيها الهارب أو الهاربة، رسالتك بتبشرك ببداية دورة جديدة بالنسبة ليك، ستجعلك تشعر بمزيد من البهجة وكأن لديك شيئا يستحق التباهي به. إذا كنت عايز تجذب انتباه شخص ما، فالرسالة هنا بتقولك إنه قادم إليك. ومع ذلك ده كله مش بيحصل من تلقاء نفسه. يجب عليك أن تكون على استعداد للقيام بواجبك، وده بيعني إنك تكون فخور بما أنت عليه وما لديك لتقدمه. نصيحتك، فكر في نفسك وعامل نفسك وفقاً لذلك. رسالتك رسالة خير ليك يا هارب. لو بتشتغل على مشروع إبداعي خاص بيك، يبقى أبشر بأخبار سارة جاية ليك. توكيدك النهاردة، خصص وقت للاستمتاع لنفسك. معروف عنك يا هارب اعتزازك بنفسك وحبك في إظهار نفسك أمام الجميع، وإنك بتحب المجاملات. الطاقة بتحب نفسها، وكذلك يجب عليك إنك تحبها. ذكر نفسك دايما يا هارب بأنك بحاجة إلى أن تكون فخور بما أنت عليه. بشكركم، تنسوش اللايك والشير، واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.